خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات اسمعوا اسمعوني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام صحتي في الطعام أنمو بانتظام غذائي السليم السلام عليكم يا أصدقاء، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية. تعالوا معي، سأخبركم اليوم عن اليود. إنه ضروري للنمو ولتصنيع هرمونات الغدة الدرقية التي تقينا من الخمول. في المتجر الكبير نجد اليود في السمك، السلطعون، المحار، وفي الملح المدعم باليود. تعرفون؟ سأتناول اليوم طعاماً غنياً باليود. انظروا، اليود موجود في السمك، السلطعون، المحار، والملح المدعم باليود. اليود ضروري للنمو. بمساعدة الأملاح المعدنية ننمو بصحة جيدة ونبني أجساماً قوية. اسمعوا نصيحتي. إلى اللقاء. خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات اسمعوا اسمعوني نصيحة نصيحة مفيدة عن الطعام أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام صحتي في الطعام أنمو بانتظام غذائي السليم نصيحتي نصيحة حلا.